السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة، عملت سلاكة حمام 4 عيون اهو زي ما حضراتكم شايفين. عملتها فك وتركيب. ازاي عملتها فك وتركيب؟ تعال اول نشوف الطريقة. مش نتفرج على عيون، نفتح تفتح كده، ودرج بلاستيك. درج البلاستيك ده ب20 جنيه، واشتريت سلك، عملتها بالسلك، سلك ضد الفار اهو بالشكل ده، 4 عيون. طيب انا عملت كل جزء لوحده، ده اللي فيه الظرف اهو، الجرارات دي، الظرف، تمام. افتحها كده كلها اهو، ال4 ظرف، تمام. وظهر، لا ده جنب الظهر اهو، ده ظهر، وده كمان جنب تاني، تمام. ومعانا مجموعة اللي هي الرفوف دي، رف لل او اللي هي هتكون عيون، كل عين دي ترف تحت، ولو درج كمان واحدة، دي اللي هتشيل الحمام، ودي للدرج اللي هتشيل الدرج، ما يكونش فيها خشب كتير زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. طيب انا هجمع، هنبدأ نجمعها ونشوفها مع بعض. هنركب مسمار زي ده، مسامير الفورمة دي. طيب هنتكتب بقى. طيب ماشي، هنتكتب كده كده. Thank you.
بكده يكون عملنا سلاكات 4 عيون 60 في 60، درج بلاستيك، درج بلاستيك ب20 جنيه. تاخد محضنين او 2 طاجن للحمام اللحم، بسم الله ما شاء الله، شوف الوسع قد ايه، والاكالة والمسقة بتاعت الاكل. عايز انك تعمل لايك، اطلب منك تعمل لايك للفيديو لاني تعبت جدا جدا على بال ما عملت لكم السلكات دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.